واجتث الله شأفة الدواعش، كل الدواعش، وشأفة المتاجرين بالدين ومتاجرين بالأوطان وبالدماء. وحد الله هذه الأمة. طبعاً لما أشوف أنا داعش تضع علم فلسطين تحت رجليهم والله أكبر ومتحمس جداً هو، وقال يرفع علم لا إله إلا الله، الله بريء منك ورسوله. ومين قال لك يا جاهل يا داعشي؟ مين قال لك يا داعشي أن علم لا إله إلا الله يتعارى أن يكون لفلسطين علم واستقلال، وأن يكون لسوريا والعراق ومصر وليبيا وتونس والجزائر علم، والمغرب والسعودية والإمارات؟ مين قال لك؟ ألم تسمع يا داعشي أن رسول الله في حروبه كان له أكثر من راية؟ أكثر من راية، في راية عامة سمها راية الإسلام، راية العروبة، ما عنديش مشكلة، وفي رايات خاصة. هل تعلمون كل قبيلة من قبائل العرب كان لها راية؟ هو لم يسمع بهذه في حياته. قال لك هذه وطنية وثنية، وطنية وثنية، أو وثنية وطنية، هذه وثنية. ما في عندنا شيء اسمه فلسطين وسوريا وكذا، هاش عندك؟ عندك خلافة الإسلام. أوه خلافة الإسلام، حلم كل مسلم ما شاء الله، حتى يعود للمسلمين قوة ووحدة. لكن أنتم ما شاء الله علمتم الخلافة، بماذا أتيتمونا؟ بختان البنات، خلاص مرسوم دواعشي، يجب على البنات أن يختن. في بلاد العراق بيعرفوش إيه، حتى في سوريا بيعرفوش الختان هذا. هذه مصر والسودان والصومال، شغلات أفريقية هذه. هذا منتوج أفريقي، وسيبك من الهبل تبع المشايخ الهبلان هذولا، سنة ومش سنة ومكر وكلام فارغ، استهبال هذا، جنايات بحق الأنثى. داعش ما شاء الله بشرت بالخلافة، وعندهم أولويات. الأولويات تفجير قبر إيه؟ أو مرقد نبي الله يونس، شفتوا بعيني، شيء مؤلم جدا جدا جدا. داعش تدوس على التراث، على التاريخ، على الذاكرة، على ذاكرة العراق. العراق 5000 سنة حضارة انبعثت فيها الحضارة مرتين. العراق موزاييك لا نظير له في العالم يتعايش فيه عبدة الله في أقصى اليمين المبارك، وعبدة إبليس في أقصى الشمال. ما رأيكم؟ ما في مشكلة، لكم دينكم ولنا دين، عابد الشيطان مع عابد الرحمن، ما عندنا هذا العراق العظيم اليوم. لا، داعش وبس. لماذا أتيتم يا خلفاء الإسلام الجدد بالختان؟ حلو والله، أولوية كبيرة، بهدم إيه؟ مرقد يونس ومرقد نبي الله دانيال، وفي الرقة في سوريا إيه؟ بهدم مرقد ولي الله خير التابعين أويس القرني قدس الله سره، هدموا، وبهدم مرقد ليه؟ لحفيد عبد الفاروق عمر بن الخطاب، هدموا، وهكذا هدم المراقد. أولوية حلوة ما شاء الله، يعني هدم التاريخ، هدم الذاكرة. ما كان عمر بن الخطاب أذكى منك وعمر بن العاص، ما ليش ما هدموش أثار الفراعنة؟ ليه؟ آثار هذه يجب أن تبقى، هذه ذاكرة حضارية. وما هدمهاش المأمون العباسي، وبالعكس، وقال هذا ما بقي منها بعد قوله تعالى ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، وهذا الذي بقي بعد تدمير يرون فيها عبرة، عبر الله في التاريخ، مثل الذين هدموا هرم بوذا أو نصب بوذا أو صنم بوذا، هذا آلاف السنين عمره هدموه هؤلاء المجانين. من أين بولين بهذا الجنون؟ أنا أقول لكم من الخطط الخارجية، من أعداء الأمة في القلب، من هذا دائما أقسم بالله، عدو الأمة، عدو الأمة في القلب. لكن آن الأمة أن تستيقظ. نرجع نشوف هالدواعش هذولا جاؤونا بالختان وتهديم الأضرحة، ها؟ طيب، وبعدين وجاؤونا بطرد المسيحيين المساكين، مسيحيو العراق، وناس أوادم، أطباء، مهندسون، فلاسفة، كتاب، شعراء، وناس أوادم، والله لا دخلهم المساكين لا من قريب ولا من بعيد في هذه الحرب الطائفية الدائرة في العراق. وقى الله العراق وكل بلاد الإسلام هذه الحروب الطائفية. وبرجع بذكركم، من 20 سنة في البداية كنت أحذر منها، ليس كذلك؟ قسماً بالله، من 20 سنة كنت أقول لكم يا إخواني للشيعة مذهبهم ولنا مذهبنا، ما لناش علاقة بهم، مش هدفي أنا أسنن الشيعة، يا أخي هو حر. أنا وإحنا بنقول اليهودي والنصراني والمجوسي والملحد حر في دينه، الله قال لكم دينكم ريا دين. طب الشيعي من باب أولى المسلم واحد حر يا أخي، وسيبني كمان أنا كسني حر أنا. سيب الجميع وما تلعبوش على إيه؟ على وتر الحرب الطائفية يا جماعة. قنابل، كنت أقول في الهداية قبل 20 سنة كنت أقول لهم أنتم تزرعون قنابل موقوتة عما قليل ستتفجر فيكم، ستدمر عراقكم. ولا حدا فاهم، كلهم أفهم مني، أنت متحمس، أنت مش فاهم حاجة، كلكم فاهمين، أنا مش فاهم حاجة.
ويلا فسر لي ايش اللي بيصير الان، فسر. لا، وبدل ما يرجع يقول مغفره، توبه، توبه معرفيه، توبه تحليليه تفسيريه، كنا غلطانين، انتبهوا، الحقوا، بادروا ببناء سدود تبادر هذا الطوفان اللعين. لا، لعبوا لعبه الاستقطاب الطائفي، اي ما دامها طائفيه انا اكبر طائفي، انا سني وهابي مجنون، خلاص بدي اذبح الدنيا، وانا شيعي كمان حصير مجنون زيك. ايش هذا؟ يومين خسران، كلكم خسرانون، قلت قبل كلكم خسرانون، كلكم. ولذلك انا بقول كل يوم العالم العربي اذا اراد ان يرفع شعارا واحدا ينقذه من هول ما هو فيه، عارف الشعار هذا؟ دعني وشأني، خليني في حالي، بس هذا شعارنا بصراحه، خليني في حالي، شايفني قرد ملحد زنديق، خليني في حالي يا سيدي. كيف اخليك؟ المنطق الداعشي ما بيخليك طبعا. وعلى فكره داعش مش شيء استثناء، لا لا لا، داعش تجلي لعين لفكر نخر هذه الامه عبر عشرات السنين، فكر ضيق ملعون يحتكر الحقيقه، يرى انه وكيل السماء الاوحد، جنسي، فتح لي جنسي وكاله للسماء. دخلوا قبل ايام على مستشفى الدواعش هذولا، خمس مستشفى، تعرفون ايه؟ لذوي يعني الاعاقات الخاصه والحاجات الخاصه، معاقين يعني، لقوا خمس مسيحيين غلابه شيوخ كبار في السن، اسلموا تسلموا، قالوا اسلمنا، اشهد ان لا اله الا الله، حينذبحوا، فيش مكان يهربوا، ناس قاعده، هذا الاسلام، تبا لهكذا فهم للاسلام، تبا لهذه الفهوم يا اخي الملعونه، عملت الاستعمار، اتوا بطرد المسيحيين من العراق. مسيحيون كما قلت لكم لا علاقه لهم لا من قريب ولا بعيد بهذه الحرب الطائفيه المساكين، ابدا، لم يزدوا الا كل يد بيضاء الى اخوانهم في الوطن، ابدا. لم يسيئوا لأحد المساكين، لا إلى شيعي ولا إلى سني، وفي حالهم أجتهم داعش بأمر الله ورسوله، بأمر شرع الله، واضح أن هذا برضو في نفس المنهج، في المنهج ذاته، لكي يجعلوا هذه الأمة من عند آخرها تكفر بهذا الدين، إيش رأيكم؟ والله العظيم في حرب يا أخوان على الإسلام، حرب دائرة ماكر جدا وذكية جدا، بقدر ذكاء هذه الحرب يقابلها المسلمون بغباء، إيش رأيكم؟ لا يناظرها في دهايا إلا غباء المسلمين، أحرقتهم الطائفية والمذهبية، شيء لا يكاد يصدق. مباشرة وهجروا هؤلاء المسيحيين إلهم يا حرام حوالي 1500 سنة، إيش رأيكم؟ 30 كنيسة في الموصل، 30 كنيسة أحدها ترقى إلى 1500 سنة، كل هذا خلاص، وإيش حيصير فيها؟ إذا لم تفجر، هي لم تفجر قال لك، يكتب عليها نون، حرف نون، مش والقلم وما يسطرون، والسيف وما يذبحون، والقنابل وما يطردون ويهجرون، نون يعني نصارى، بذكرونا بالشعارات النازية، شفتوا؟ اي نون بالأحمر، ايش نون؟ ملكية، بوفيرتي، ملكية نصرانية، تؤول إلى الدواعش، إلى جند الله المجلوبين من خارج العراق لإقامة خلافة الله في العراق والشام، يتبّل لهكذا خلافة، يتبّل لهكذا جهاد، والمساكين ألوف ألوف اضطروا أن يهاجروا وأن يتركوا كنائسهم وأراضيهم وملكياتهم ومنازلهم في ليلة واحدة، وإلا فهو الذبح، بدك تبقى بتدفع الجزية تقريبا على ما أذكر 450 دولار شهريا، تخيل في العراق 450، والله في النمسا ما احنا دافعين، هذه صعب ندفع، من وين يا أخي؟ من وين يعني؟ هي معناها إيه؟ أحسن شيء اذهبوا وإلا ذبحتم من عند آخركم. بتساءل، ثلاثة مجندين خطفوا بهذه الطريقة، قامت الدنيا ولم تقعد، وبرر هؤلاء المستكبرون ذبح أهل غزة من أجل قصة مكذوبة، ذريعة، بريتكست كاذبة، كويس، لماذا لم يتحرك هؤلاء؟ أعني هنا في الغرب، لألوف النصارى، يا أخي من دينكم هذولا، على دينكم، على عيساكم، على صليبكم، على ثالوثكم، ألوف النصارى يضطهدون ظلما والله وعدوانا ولعنة الله على الظالمين في العراق، لماذا لم تتحركوا من أجلهم؟ صح؟ هي استنكارات بسيطة من بعض الناس، خلاص عادي، لأنه جزء من المخطط، لابد تفتيت العراق وتفتيت العالم العربي وضرب الشيعي بالسني وضرب المسيحي بالمسلم والمسلم بالمسيحي والمسيحي بالمسيحي، هذه الخطة. يسكتون بس ثلاثة إسرائيليين مغتصبين، تقوم الدنيا ولا تقعد، فهمتوا كيف أنتوا اللعبة صايرة؟ هذه اللعبة هذه كلها، افهم افهم، حرك عقلك، اطرح أسئلة، اطرح أسئلة. ولذلك لا نتردد أن نقطع بأن هذا المشروع الدواعشي وما لف لفه
مشروع يخدم الاستعمار وقوى الاستكبار العالمية، لا يخدم الأمة ولا بأي طريقة من الطرق.